اه جميل. طيب قبل ما نجيب الجميله المطربه الجميله الاستاذه فريال عبد الحي، كان في موضوع يمكن حضرتك سمعتني وانا بتكلم في الانترو خاصه بنجمنا عماد متعب. أيوة. فاكيد هو من حقه انه يوضح، واحنا مهتمين ان عماد انا بقدره بشكل شخصي وأنا جدا. الان انا كده الان كمان قلقت بعد ما سمعتني. الان عماد مساء الانوار. خيرك يا كابتن حسن، حضرتك وسلام المذكر الكبير استاذ محمد. اشكرك يا كابتن والف سلام عليك وطمنا عليك من فضلك يا عماد. اتفضل. الحمد لله كله تمام يعني جاهز. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ والله يا كابتن انا مره واحده لقيت مصر كلها بتكلمني ان كابتن مدحت وان في مشكله حصلت. قلت لهم مشكلتها يا جماعه؟ انا نفسي افهم ايه اللي حصل، يعني انا عايز افهم لحد دلوقتي انا ايه اللي حصل. لا بتتكلم سبحان الله. والله يا كابتن ولا اعرف اي حاجه عن اللي حصل، ما عنديش ادنى فكره تماما. يعني انا لما ممكن يكونوا رابطين بقى ان لو في مشكله حصلت عند الجيزه، فانا عشان مراتي ساكنه هناك عند الجيزه، فانا مش فاهم. انا لحد دلوقتي نفسي افهم، يعني انا ما اعرفش. انا لقيتها البرنامج بتاع حضرتك مكلمني اكتر من مره. انا قلت لهم عايزين نطمن. فعلا لقيت ناس كتير جدا جدا، حتى اهلي كمان في البيت بيكلموني. وانت رحت المديريه، رحت مديريه الامن وعملوا لك استدعاء؟ قلت لهم يا جماعه انا رحت خدت مراتي من هي عندها في اخر سنه في المعهد بتاعها، رحت خدتها. وبعد كده وصلتها البيت، وبعد كده نزلنا رحنا على المعادي اتعشينا ورجعت البيت عندها تاني. اللي انتوا بتتكلموا فيه ده انا ما شفتوش ولا سمعته. لا بتهزر يا عماد، بتهزر. والله يا كابتن سبحان الله. يا نهار. انا ما بقتش مصدق يعني. ويوم كاتب كتابي اصل في مشكله مع بعض الصحفيين، يعني انا مش ما بقتش فاهم ايه اللي بيحصل يعني. طب انا واحد بيبلغني ان في صور اتاخدت، ما اعرفش ايه الموضوع ده يعني. انت لو الصور موجوده يعني تتفلس. لا يعني 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 ما فيش حاجه خالص يا عمدي، يعني انت اللي بتحكيه ده فقط لا غير، ما حصلش اي تاتش. طيب حتى سيبك من انت ده في طلق ناري ومش طلق ناري، ما حصلش اي تاتش وانت ماشي مع حد؟ لا يا كابتن ايه اللي هيحصل يا كابتن؟ يعني لا يعني يعني مثلا حد وانت ماشي حتى بالعربيه، حد زن عليك قال لك كلمه مش عارف ايه وانتهت القصه عند كده، فهم بانوا عليها الفيلم ده كله مثلا؟ لا هو النهارده لا ما حصل، لا النهارده ما حصلش حاجه خالص يعني. ممكن طب. قبل كده يبقى ده حصل، ده طبيعي جدا ان احنا بيحصل احتكاكات. لو مثلا في واحد ما بيحبش عماد او واحد ممكن يقول كلمه يحصل احتكاك وبنمشي عادي، لكن النهارده مش حاجه حصلت نهائي يعني. لا النهارده ولا امبارح. لا ولا امبارح. اقول ايه بقى؟ طيب خلاص بلاها الموضوع. انا اللي مش فاهم. لا انا مندهش. نزلت على موقع كبير وبعدين طبعا انا ما قلتها، مصر كلها اتكلمت فيها وانت اديك بتقول الدنيا كلها. وبعدين اتصلنا برضو بالعلاقات العامه في الداخليه، يعني قالوا ما اعرفش كان في محضر قبل كده او حاجه كده، يمكن يقصدوا حاجه قديمه يا عماد جايز مثلا، ما اعرفش. لك المحل. لكن النهارده ما فيش حاجه. النهارده ما فيش حاجه. لا لا فيش حاجه خالص خالص. الحمد لله الف حمد. خلاص ده اللي احنا عايزين نطمن عليه. الحمد لله. لكن انت طبنجتك معاك وكله تمام؟ لا تمام يا كابتن، مش لهاش اكيد يعني. احسن احسن، مش محتاجه، مش محتاجين، مش ان شاء الله مصر مش محتاجه طبنجات بعد كده. طب قول لي بقى هتبتدي ماتشات امتى؟ انا جاهز، انا بدات مره مع الفريق والحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس. وبتلعب عادي وكله؟ يعني احتمال تلعب الماتش الجاي؟ ربنا يسهل. ممكن تبقى في ال 18؟ ربنا يسهل ان شاء الله. يلا بالتوفيق عمده وتحياتنا للمدام. اشكرك حبيبي، اشكرك شكرا جزيلا. معقوله يعني شيء غريب يعني بلدنا بقت مرتع.